يا باز مساء الفل عليك. كابتن هاني مساء الفل حضرتك. اهلا بيك مشرفنا، وانا عارف ان انت محضر لنا طبعا موسم دوري منقضي، لسه الموسم لسه ما انتهاش، لكن النادي الاهلي يعني موسم من خلال الدوري الممتاز بيعمل اداء اكتر من رائع، موسم استثنائي بلا شكل النادي الاهلي، لكن كمان عارف ان انت محضر لنا اشياء كثيره جدا عن الدوري المصري عامه، واحصائيه كبيره جدا عن الدوري المصري المنتهي. صحيح، يعني مبروك مبدئيا للنادي الاهلي التتويج بلقب الدوري الممتاز لهذا العام، بس احنا عايزين نشوف بقى من خلال الارقام يا كابتن هاني التطور الفني اللي عمله مارسيل كولر مع لاعبتنا لهذا الموسم. انا عايز دايما في الحلقات السابقه كنا بنتكلم على التطور اللي حصل في عمليه الضغط العالي، واصبح مش بس ضغط عالي سلبي او يعني برسنتج معينه مثلا ايجابي، لا ده اصبح ضغط عالي شرس. ضغط عالي شرس بنشوفه في ارضيه الملعب دايما يا كابتن هاني، في ضغط مزدوج دايما، نشوف 2-3 لعيبه يعني بيضغطوا على الكوره. اهم النقاط الفنيه اللي عملها مارسيل كولر من خلال النادي الاهلي الموسم ده هي عمليه الضغط المنظم للفريق كله، والضغط العالي اللي من خلاله النادي الاهلي قدر يستحوذ اكتر على الكرة ويخلق كمان فرص للتهديف. يعني صحيح، الضغط العالي والبول ريكفري او استرداد الكرة، الاثنين دول اصلا علشان نعملهم بالشكل القوي دوت اتعكسوا في الارقام اللي هنشوفها مع بعض كابتن هاني. من اهم نجاحهم اللي اشتغل عليه مارسيل كولر مع اللعيبه هو تطوير العامل البدني عند اللعيبه. صحيح، طالما وصل لمرحله تطوير القياسات البدنيه عند كل اللاعبين دول، ده ساعد طبعا الجهاز الفني واللعيبه ان هو يحقق الضغط العالي الشرس بشكل ايجابي وشكل ممتاز. ساعدنا طبعا في حاجات كتيره جدا، خلق فرص كبيره جدا، الاستحواذ بشكل كبير جدا، حتى استخلاص الكوره واللي هنبص عليه النهارده. في مقياس جديد في عالم الاحصائيات في كره القدم اسمه BBDA. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الباسس، يعني بر ديفنس اكشن، يعني انا بشوف بقيس بيه الضغط، عمليه الضغط عند اي فريق، بشوف عدد الباصات اللي بيعملها الفريق اللي هو مثلا الخصم في حاله مثلا بناء اللعبه، وبقسم عدد الباصات دي كلها كابتن هاني على معدلات الاستخلاص او الاكشنز اللي بيعملها الفريق اللي بيضغط او الفريق عشان يضغط ياخد الكوره، بمعنى التاكلينج على سبيل المثال، الاعتراضات، الفاولات، استخلاص الكوره، كل ده بقسمه على عدد الباصات اللي بيبدا ان هو يستخدمها الفريق الخصم علشان اقيس عمليه الضغط. يعني هنشوف دلوقتي احصائيه. يعني انت بتتكلم ازاي فريق مثلا منافس ازاي بيعمل البيلد اب بكام عدد من الباصات، وبتبدا تشوف العدد، تقسمه على عدد الاكشنز بتاعه الفريق الثاني، سواء كان ضغط، خد الكوره، بشكل اعتراضات، بشكل طبعا بلوكات، بشكل استخلاصات. هنا بقى هنشوف البول ريكفري، استرداد الكوره، الاهلي مقارنه بكل الفرق في الدوري المصري هذا العام كان بيستخلص الكوره منين بالظبط؟ عندنا لو هنقسم الملعب لثلاث ثلاث، الثلث الخاص بالنادي الاهلي من تحت، الثلث الاوسط، والثلث الامامي او الثلث الهجومي. عايزين نبص مع بعض على الاحصائيه ده كابتن هاني ونقارنها. لا يعني نرجع بس الرقميه الاول يا شباب، نشوف رقميا الاهلي كان عامل ازاي مقارنه بكل الفرق في الدوري المصري هذا العام. عايزين نبص نشوف الاهلي كان بيسترد الكوره منين بالظبط. مثلا لو هنبدا من الثلث الاساس، الثلث النادي الاهلي، الثلث الدفاعي عند النادي الاهلي نفسه، هنلاقيه فاضي بنسبه قليله جدا، 32 مره تم استخلاص الكوره او استرداد الكوره في حاله عدم حيازه الكوره. يعني الكوره بتكون طبعا مع الفريق الخصم، الاهلي لما بيستخلص الكوره او بيسترد الكوره في الثلث بتاعه، الثلث الدفاعي، كان اقل رقميا مقارنه بكل الفرق. ده بيقول لك بيدلل شيء ايجابي برضه، شيء ايجابي طبعا. ده بيدلل ان انت عامل هاي بريشر، عامل ضغط عالي قدام. يعني مفيش فرق كتيره بتقدر توصل للتلت الاخير او التلت الدفاعي للنادي الاهلي، وبالتالي حتى لما بتوصل للتلت الدفاعي بيبقى فيه استخلاص سريع للكره. صحيح، فانت ده بيدلل ان الاهلي دايما بيضغط قدام، يا اما بيستخلص الكره في التلت الاوسط او في التلت الهجومي. يعني احنا معانا الارقام ديت لو نستعرضها هنبدا ان احنا نعلم ونشوف مقارنه الاهلي بكل الفرق المصريه. يعني لا، هي كانت الصوره اللي قبل الجدول لو نقدر نشوفها. ماشي، يعني احنا عقبال ما الشباب يحضروا لنا داخل منطقه الجزاء النادي الاهلي اجمالي 737. صحيح، ده بقى بيعكس لنا هنا التطور الهجومي اللي عمله النادي الاهلي او مارسيل كولر مع اللاعبين. بيقول لك احنا داخل منطقه الجزاء بس خلال الموسم كله الاهلي 737 لمسه او باص جوه منطقه الجزاء، بنسبه يعني بمعدل 19 مره في المباراه و90 دقيقه. طب ده رقم كبير طبعا، رقم بيدل على الكثافه كمان العدديه، وان النادي الاهلي متواجد
في منطقه الجزاء المنافس بشكل كبير. صحيح، يبقى احنا استخلصنا الكوره وعملنا الضغط العالي وبدانا ان احنا نلعب بقى ونركز، الهجوم بقى اصبح شرس. صحيح، بقى انت متواجد جوه منطقه الجزاء بشكل كبير جدا. حتى تعال بص على الفرق الاخرى، يعني اللي بعدين كان بيراميدز، يعني الفرق مش كبير ولكن كان عدد كبير، بيدل زي ما انت بتتكلم ان بعد الضغط العالي بتضغط عالي، بتعمل هاي بريسنج، وبالتالي بتتواجد في منطقه الجزاء للخصم بشكل كبير، وبتقدر تعمل يعني تخلق فرص وتحرز اهداف. صحيح، يعني لو نرجع بقى للصور الحالات، يعني لسه احنا بنتكلم على موضوع الضغط العالي، الضغط العالي اوكي، نشوف حتى مثال سريع ده اتكرر في كل المباريات. يعني هنا كابتن دايما هتلاقي الضغط باثنين لعيبه، يعني مشي الصوره، يعني هنا دلوقتي الكوره خلاص مع الخصم بيبداوا بيعملوا عمليه البيلد اب، خلاص هنا في ضغط مزدوج. يعني بص نقف هنا الكره حتى في نص الملعب، هتلاقي كابتن هاني اثنين ورا حامل الكوره بيضغطوا عليه، بقيه اللعيبه واقفه متمركزه بشكل صحيح، عينيهم على الكوره، مقربين المسافات عشان نغلق المساحات، بحيث ان الكوره لو طبعا ما تمش استخلاصها هنا خلاص هنقدر ناخدها في اي مكان. حتى اثنين لعيبه هنا ناحيه الاقصى اليمين، هنا ناحيه الشاشه. لا، من الواضح حتى ان هو يعني خلاص، طالما يعني الفكره ان انت بتضغط من قدام، ولو الكوره دخلت للتلت بتاع نص الملعب بيكون في ضغط شرس من لاعب وباثنين، وبيكون زي ما احنا شايفين خط الدفاع حتى متمركز والمسافات ما بينهم مش كبيره. يعني ده كان شيء مهم جدا. مظبوط، يعني نمشي الصوره، يعني بنعرض. طب الصوره نفس اللي بعديها نفس الشكل يا كابتن هاني اهو، على طول خلاص ضغط مزدوج ثنائي على حامل الكوره. طبعا الامثله دي شفناها كتير جدا مع حتى الاسترداد، خلاص في هيضغط واحد واثنين وثلاثه لحد لما ناخد نسترد الكوره. يعني ده كانت بس مثال سريع، ولكن المثال ده اتكرر في كل المباريات، وده بيدلل طبعا مدى عمليه التطوير. عشان برضو الساده المشاهدين يفهموا ان الضغط لو هيبقى ضغط من متقدم، والكره لو دخلت نص الملعب يبقى في ضغط اقوى كمان، ضغط ثنائي، ولو الكره كمان راحت او رجعت للمدافعين بيكون في ضغط كمان، زي ما احنا شايفين تقريبا بتضغط باربع لاعبين في مسافات قليله جدا. ده كان من الحاجات المهمه في اسلوب النادي الاهلي في مسابقه الدوري السنه دي. مظبوط، وده اتعكس زي ما احنا قلنا، ده خلاص دلل لك ان الاهلي باستخلاص الكره او استرداد الكره كان اقل فريق مقارنه بكل الفرق، ان هو بيستخلص الكره في التلت الدفاعي عنده في منطقته. صحيح، وده طبعا بيدلل ان الاهلي قوي جدا في الشراسه الهجوميه والضغط العالي. اتعكس طبعا في عدد لمسات النادي الاهلي جوه منطقه الجزاء، يعني احنا شفناها لو الجدول برضو نعرضه سريعا، بص مقارنه بالفرق، انت بيراميدز اقرب حد لكن بقيه الفرق بعيد تماما جداً. او يعني شوف يا كابتن هاني هنا حتى عدد لمسات داخل منطقه الجزاء، المركز الثالث الزمالك 613، يعني معدل 16 مره في المباراه، يعني النسب بتبدا تقل مقارنه بالاهلي اللي 737 لمسه داخل منطقه الجزاء. يعني بنتكلم بقى في اخطر مكان، اللي طبعا عارفين طبعا تم التحضير ليه وشكل. نخش بقى على عدد الاهداف، احنا قلنا وعارفين الاهلي هو اقوى خط هجوم. لو نبص بقى خط اقوى خط هجوم، الاهداف كانت بتيجي ازاي؟ يعني اهمها وده المرحله مقارنه الاهداف، نتكلم مثلا ال 63 هدف، طبعا عندنا بالراس 8 اهداف ركنيات، 5 اهداف من ركنيات، وهدف وحيد من ضربه حره ثابته، وحتى ضربات الجزاء طبعا الاهلي 9 ضربات جزاء، وفي 8 اهداف من خارج منطقه الجزاء. طبعا الاهداف الباقيه طبعا بقيت ال 63 عادي بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى من لاعبين مختلفين، ولكن حبينا نركز بس على الثلاث حاجات دول، الاهداف الكتلات بالراس والركنيات. يعني دايما بقف عند الايجابيات، وكمان حته ممكن نتكلم عليها ضربات الحره، لازم يبقى العدد اكبر من كده شويه، ضربات الحره النادي الاهلي لازم يستغلها، جايبين هدف واحد لازم يبقى اكبر من كده. ضربات الراس بتعتمد على الكروسات اللي جايه وعلى ودقتها، التواجد اللعيبه بكثافه زياده ال 18 يعني. ركنيات اعتقد ركنيات يعني علي معلول وعبد المنعم عاملين شغل كويس قوي فيها جدا، وفي تطور. يعني انا عايز اقول ان ده في تطور، يعني 5 اهداف من ركنيات. انا عايز اقول لحضرتك بس الرقم برضو كبير، ان احنا عندنا ركنيات وكروسات يفوق ال 500 ركنيه او 500 كروس في اثناء المباريات، اثناء المباريات طبعا خلال الموسم او الدوري العام لهذا الموسم يا كابتن هاني. عدد الاهداف اللي جايه منهم شويه قليله مقارنه بالتوتال الركنيات او توتال الكروسات، ولكن ده طبعا رؤيه كبيره جدا هتخلينا ان احنا ازاي نكثف والزياده العدديه داخل منطقه الجزاء. عشان مقارنه بقى طبعا بقيه الفرق، خلاص انت دلوقتي عينينا على بقيه الفرق، ازاي برضو بتلعب، ازاي بتحرز اهداف،
58 البيراميدز، 52 الزمالك، السموحه بقى بعد كده بقى بيبقى في جاب كبير جدا ما بينه وما بين الثلاث فرق الكبيره، المسافه كبيره جدا ما بين بدايه من المركز الخامس لغايه النادي الاهلي. صحيح، ده اللي احنا حابين نتكلم عليه، وده اشكال لو هنخش زي ما حضرتك قلت الضربات الحره. لو هنبص على جدول بيعرض الضربات الحره، احنا طبعا لو مشينا في عدد في الفرق كلها هناخد وقت طويل. نبص برضو ده مهم جدا، يعني الضربات الحره هنا كابتن هاني، يعني انا بنتكلم على عرضيات من ضربات حره. كانت السموحه طبعا من اكتر الفرق اللي عملت عرضيات من ضربات حره، سواء كانت ضربات حره ثابته او متحركه، سوري ضربات حره الناجحه بقى، يعني بنتكلم على سموحه كان 59، يعني دقه العرضيات من الضربات الحره عندهم كانت طبعا يعني اقل من 1%، يعني بتتكلم 2 من 10 او 25 من 100، يعني ده بتتكلم بيدلل ان كان دقتها مش قويه جدا بالنسبه مقارنه بعدد العرضيات، يعني بالنسبه للعدد بتاعها. صحيح، نفس كلام اسوان، المقاولين، انبي، الاتحاد. لو نبص بصه سريعه على العرضيات اللي عملوها، اما نخش بقى على الفاركو المصري وبيراميدز وغاز محله، الاهلي بقى هنا كان عنده عرضيات من ضربات حره 195 عرضيه، منهم 50 عرضيه ناجحه، يعني برضو دقة العرضيات هنا ما يعني نسبة مش عالية، وده اللي اتعكس في عدد الأهداف زي ما كنا بنشوف. صحيح، خمسة من ركنيات أو واحدة من ضربة حرة مباشرة، وده يعني رقم مهم جدا. انت مهم جدا عشان احنا بنتكلم النادي الأهلي فارق كتير جدا عن باقي الفرق، لكن في حاجات لازم يعني ممكن جدا الموسم الجاي أو خلال الموسم دوت نشتغل عليها أكتر، منها طبعا عرضيات من ضربات حرة 195 عرضية، منها بس 50 ناجح، فالعدد ممكن يزيد شويه وممكن نشتغل عليه بشكل افضل. يعني مظبوط، يعني ولكن بقى صناعه الفرص الموسم الحالي، لا كان عندنا فرص كبيره جدا، سواء كان بنتكلم طبعا الاكس جي الاهداف المتوقعه عند الاهلي، تخيل يا كابتن هاني رقم كبير جدا، رقم من كبير كميه والكواليتي بتاعه الفرص والتسديدات اللي على المرمى، يعني عايزين نشوف بنتكلم في 105، بنتكلم كان ممكن الاهلي يصل للرقم دوت، احنا بنتكلم في 63 هدف، ده يعني انت بتتكلم ان النادي الاهلي كان يقدر يوصل ل 105 هدف. صحيح، خلال الموسم احنا حققنا منهم 63 هدف، وبالتالي كان ممكن جدا لو الاهداف المتوقعه تمت بنجاح كان النادي الاهلي هيوصل ل 105 هدف. مظبوط، وده بقى بيدلل منين؟ من التمريرات المفتاحيه والصناعه اللي حصلت. بتتكلم في 354 تمريره مفتاحيه اتعملت فرصه، تم خلق الفرصه ديت ووصول اللاعب على المرمى، ولكن لم يتم رقم يعني كبير طبعا. صحيح، احراز الهدف 39 اسيست، بنتكلم على خلق فرص محققه، بنتكلم في 393، قربت من تقريبا 400 فرصه محققه للنادي الاهلي. ده صحيح، رقم كبير جدا. مظبوط، انت عندك الارقام دي يا كابتن هاني مع الكواليتي التسديدات وزوايا التسديدات، زي ما انت بتقول كمان كولر اتكلم على الجزئيه الاخيره ديت، بيقول لك احنا بنخلق فرص كتيره جدا جدا، ولكن لسه ما وصلناش لان هو ان احنا نستفيد من الفرص دي ونحولها او نترجمها لاهداف، وده الراجل الحقيقه اتكلم عليه بشكل كبير جدا. تقريبا 400 فرصه محققه للنادي الاهلي خلال الموسم، ده رقم كبير جدا. صحيح، ده كله طبعا بيعكس الرقم اللي بنتكلم عليه الاكس جي الاهداف المتوقعه، اللي انت ممكن توصل ل 105 هدف. ليه؟ من كميه الفرص اللي تم صناعتها، سواء تمريرات مفتاحيه او اسيست او الفرص المحققه، وجوده الفرصه والتسديدات على المرمى. احنا شفنا لو دخلنا طبعا بشكل ادق وادق، وشفنا عدد التسديدات ومنها على المرمى اون تارجت، عدد كبير جدا، حتى الكواليتي بتاعها كان عالي جدا، مما رفع الاكس جي او الاهداف المتوقعه عند النادي الاهلي. طيب، مقارنه بقى طبعا نبص على الفرق اللي بعد كده، البيراميدز 85، الزمالك 85، برده 85 كان ممكن يصل ل 85 هدف. على الليل عندهم برده فرص، لما تم طبعا صناعه فرص، تمريرات مفتاحيه عندهم موجوده، ولكن يا كابتن هاني لو قارنا الاهلي بالفرق المنافسه، لا في جاب، يعني بنتكلم يعني 354 بعد كده 296، يعني ممكن يكون النسبه في طبعا رقم كبير، بتكلم في اكتر من يعني 55. صحيح، يعني بتكلم 60 فرصه او تمريره مفتاحيه. نفس الكلام هنا بنتكلم على الفرق اللي بعد كده، الزمالك مثلا 33، الاتحاد 287. بقيه الجدول بقى هيعرض لك بقيه الفرق شغاله ازاي، يعني واحنا حتى نستغل الفرصه ونبص على الداخليه مثلا، لان الماتش الجاي مع الداخليه يوم الاحد القادم. نفس كلام يا كابتن هاني، سيراميكا الاهداف المتوقعه عندهم كان برضه ليه؟ لان في فرص كبيره تم خلقها وتمريرات مفتاحيه، وعلى مستوى الصناعه 23 اسيست. المصري نفس الكلام 20 اسيست، تمريرات مفتاحيه 237، عندهم فرص. لو اتكلمنا عن الفرق الهابطه ومنها اسوان، يعني خلق فرص للتهديف كبيره جدا، ويمكن دي علامه
يعني خلينا نتكلم كل امانه، دي مشكله الكره المصريه بشكل كبير. مظبوط، ان ممكن تخلق فرص للتهديف لكن الترجمه انك تحرز من الفرص ديت، تحرز منها اهداف، دي هي المشكله الحقيقيه في الكره المصريه كلها. لان بتفتقد في الكره المصريه المهاجم صريح، يعني ده الشكل العام بتاع الدوري، ان في حتى على مستوى الفرق اللي هبطت زي فريق اسوان كان عنده فرص تهديفيه كبيره وما قدرش يحققها بشكل او باخر، يعني وده من الارقام المهمه جدا. يعني مظبوط، يعني ده حاجه مهمه جدا. حتى شفنا اسوان امام الداخليه في المباراه الاخيره، كانت يعني فازت 4-2 على الداخليه، فازت 4-2 على اسوان، ولكن انا شفت اسوان بصراحه كميه فرص، صناعه الفرص، يعني بصينا على الاحصائيه بتاعه المباراه، يعني بما اننا عندنا مباراه قدام امام الداخليه الماتش الجاي كابتن هاني، كان عندهم 2 فوز، يعني اخر 5 مباريات عندهم 2 فوز 2 خساره وتعادل واحد امام المصري. المباراتين اللي تم الفوز فيهم سواء كان على اسوان، بصينا على الاحصائيه والارقام، لا بتدلل ان الداخليه كانت ند، يعني رد فعل، لان انا شفت على 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 صعيد صناعه الفرص كان الفريق المنافس هو اعلى، التسديدات هو اعلى، الاستحواذ هو اعلى، كل حاجه في الملعب. ولكن مفيش شك طبعا، انا عارف وجهه نظرك ان مباريات الكاس ايا كانت مباراه مهمه جدا، سواء بتلعب مع فريق يمكن هبط للدرجه الثانيه، اسف فريق يمكن كان مهدد بالهبوط للدرجه الثانيه، لكن يبقى مباريات الكاس مباريات مهمه جدا. صحيح، بس دايما بتمتعنا يعني بالجداول والارقام، ونشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله اكيد متواجدين مع بعض ان شاء الله الفتره. شكرا يا كابتن هاني، كل التوفيق للنادي الاهلي. شكرا ليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني مع ضيوفنا الكبار الكابتن عادل تعيمه والكابتن عمرو الحجي.